نعم. آخر شيء لما أرسلوا على الشركة الكورية المصنعة أنه هذه الأشياء صارت، قالت لي ممكن أخطاء فنية. إذن أخطاء فنية شلون راح تنظر لها؟ يعني هل أقبل النتائج أنا وأنا بدأ أقر الشركة؟ الشركة أحرقت أخطاء فنية، أقرت أنه ممكن أخطاء فنية تصير بالجهاز. نعم. حل الأخطاء الفنية يدويا. نعم. يعني أنا بدأ أقول لك طلع لي الصندوق أحسب لي إياه. نعم. شوف لي هذه الباطلة هل تشمل مجموعة معينة لو كل الكتل. نعم. فالإطار الاستراتيجي، عودة على سؤال حضرتك، الإطار الاستراتيجي لحد الآن ما ينطي أي موقف سياسي باتجاه التفاوض. نعم. خوفا من يضعف موقف الاعتراف. نعم. وبالتالي كل الاعترافات الآن جاهزة، وهي قد تحسم أمام المحكمة الاتحادية بالمناسبة. نعم. ما بالضرورة يعني اللجنة القضائية التابعة للمفوضية هي راح تنطي موقف. نعم. وقد يكون موقف بناء على متابعة وضع المفوضية وغيابها عن الساحة. يعني لحظة، هاي المشاكل كلها بالمجتمع، على الانتخابات ماكو مفوضية. نعم. مفوضية ما موجودة. قبلها كنا متعودين مفوضية تناقش، مفوضية بالإعلام، مفوضية كذا. هذه الدورة إطلاقا مختفية، وكأنه ما عندها حجة دافع عن الواقع.